السلام عليكم اخواتي، رمضان مبارك، الله يدخل عليكم هذا الشهر الفضيل بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتو يا رب. الفيديو ديال اليوم غادي يكون فيه وصفات اللي هما متنوعه ان شاء الله تفيدكم كاقتراحات لسلسله فطور رمضان. غادي نبداو اول حاجه على بركه الله بواحد المسمنات معمرين سريعين جدا بدون عجن. غادي نبداو بالحشوه، غادي ناخذ واحد المقله غادي نديرو فيها شويه ديال الزيت، نشحرو بصيله هي الاولى ونضيفوا فيها واحد الكميه ديال الكفته، تتبقى طبيعه الحال الكميه ديال الكفته حسب الرغبه ديالكم وحسب الموجود عندكم. كنشحروا اما ديروا كفته ديال الغنمي ديال البقري ديال الدجاج، تيبقى لكم اخواتي الاختيار، كل واحد يدير داكشي اللي بغى. غادي نشحروا ديك البصيله، نضيفوا لها شويه ديال الكفته، ثم غادي نضيفوا شويه ديال السبانخ، وعندي شويه ديال خزو محكوك. في حاله ما توفروش عندكم السبانخ ممكن ديروا غير خزو او تضيفوا شي خضره مثلا تعجبكم، ممكن تضيفوا شويه تاع الدنجان مقطع رقيق، كذلك هو تيتواتى بزاف مع الكفته. كيف ممكن تضيفوا القرع الاخضر حتى الكورجيت حتى هو كيتواتى مع الكفته. هنا درت شويه ديال الخيزو، درت شويه ديال السبانخ، صافي. وغادي نضيف شويه تاع الملحه، شويه ديال البزار، عندي هاد العطريه المدخنه لكن ماشي شرط تكون عندكم هاد العطريه، ممكن ديروا الملحه بزار، شويه ديال القزبر حبوب وشويه ديال سكنجبير، وكتخلطوا هاد العناصر كلها، كتشحر مع بعضياتها مزيان مزيان. يعني كنشحروا هاد المكونات من بعد كنضيفوا لهم واحد معلقه ديال المطيشه ديال الحكه ولا صلصه الطماطم اللي كنكونوا يعني خففناها بشويه ديال الماء، وغادي نضيفوا كذلك واحد 3 قطع او 4 ديال الجبن مثلث او لا مربع، ونحرك مزيان 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 هذه الحشوه صافي، وفوق نخليها تبرد. اللي بغى يضيف عليها شويه ديال الزيتون المقطع يضيفه، لكن انا اكتفيت فقط بهذه المكونات. غادي نحرك مزيان حتى كيذوب ليا داك الفرماج، وهكا كنحصلوا على واحد الحشوه كيف ما كتلاحظوا معلكه وبنينه بزاف. صافي غادي نخليها حتى وكانت تبرد، وغادي ندوز على بركه الله نعمر هاد البصيطلات او هاد المسمن. البصيله المسمن هذا ما غاديش يطيب في الفران، غادي نطيبهم فقط في المقله. غادي نحتاج الورقه ديال البصيله اللي خليتها قطعتها يعني حيدت لها دوك الجوانب وخليتها على شكل مربعات او مستطيلات كيف ما كتلاحظوا، يعني كنحيدوا لها كل دوك الجوانب هكا باش كيسهل عندنا نخدموا بها. كيف ممكن ديروا ورقه الفيلو حتى هي كتصدق بزاف في هذه الوصفه هذه. غادي ناخذ ورقه ديال البسطيله، غادي الجهه دائما اللي كتكون مدهونه غادي نخليها لداخل، والجهه اللي ما كتكونش مدهونه نخليها على برا. عندي واحد الخليط اللي فيه جوج بيضات، فيه نص كاس ديال الحليب، وفيه القليل من الزيت. غادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم، وغادي نبدا ندهن بهم ديك الورقه ونبدا نعمر. كيف غادي تلاحظوا معايا بالنسبه للحشوه من بعد ما بردات، فانا غادي تلاحظوا كاين شويه تاع الفرماج زدتو تما كاينيه باش يعطيني تعليكه اكثر، فرماج حمر موتزاريلا اللي بغيتو. صافي تنبدا ندهن وتنسد على شكل مربع. شوفوا الطريقه باش غادي نسد هذيك الورقه باش هكا كتبقى ليا مزيانه. بالنسبه للورقه اخواتي راه كانت عندي في المجمد، وكيف سبق وذكرت لكم الورقه كيف تجيبوها الا كنتو باغيين تخدموا بها مده طويله، مثلا ديروها في تحتفظوا بها في المجمد، فما عليكم منين تجيبوها، يعني منين تجيبوها ما تبيتوهاش، ماشي حتى تشط عاد ديروها في الفريك، ولا ديك الساعات تقسمتي ديال الكونتيتي اللي غتخدم بها ديك الساعات، واللي ما غاديش تخدم بها ديرها ديك الساعات مني جابتها من عند الناس اللي يبيعوها مباشرة، تدخلها للمجمد مباشرة، ما تخليهاش تبات نيشان، تدخلها للمجمد. هنايا غادي نتني هذيك المسمنة بداك الشكل، وإلا كان الفائض غادي نحيدو بطبيعة الحال بواحد المقص باش يجيني المربع ديالي مقاد. غادي نستمر بنفس الكيفية حتى كنعمر دوك الوراقات كلهم اللي عندي، وكنتمنى العملية ديال الطي تكون مفهومة، يعني الفيديو راه واضح. من بعد غادي ندوزو دابا نطيبوهم في المقلاة تكون ناشفة بطبيعة الحال. كنديرو شوية، كندهنو غير المرة الأولى بشوية ديال الزيت، كتبقاو تقلبو فيهم حتى كياخدو اللون اللي نتوما باغيين. صافي كنحيدوهم ونخليوهم على جنب، وهادو هما مسمن البسطيلة اللي غادي نحضرو اليوم. غادي نمشيو دابا الوصفه الثانيه اللي عباره على واحد الدجاج كيجي مقرمش، كيجي زوين بزاف. غادي نحتاجو ليه على بركه الله صدر ديال الدجاج اولا صدر ديال الدانت، كيبقى لكم الاختيار، مقطع شويه قطع طويله يبقاو شويه غلاض يعني ما ترقوهمش بزاف.
غادي نديروا لهم شويه ديال الملحه، شويه ديال اللسان كبير، ولا شويه ديال الانواع ديال البزار هذوك المطحونين. الا ما عندكم جيرو غير بزار عادي، وزيدوا شويه ديال السودانيه ولا شويه ديال الهريسه. غادي نديروا شويه ديال سكينجبير. هنايا هاد التوابل هادو، هاد الدجاج هذا التوابل فيه مفتوحه، يعني بغيتوا ديروا فيه التوابل ديال الشاورما ديروهم، عندكم شي التوابل ديال الدجاج مشوي ديروهم، عندكم يعني اي حاجه. هاد الدجاج اللي بغيتوا، العطريه اللي عندكم في الدار ممكن ديروها فيه، يعني كيبقى العطريه فيه مفتوحه، ديروا اللي بغيتو. غادي ندير شويه ديال اما واحد جوج معالق ديال ياغورت طبيعي، ولا جوج معالق ديال الكريمه، صافي. وتنرقد داك الدجاج، نخليه يشرب مزيان ديك الشرموله. من بعد غادي ندوز ناخذ داك الدجاج ندوزو في الدقيق، من بعد الماء، ونعاود تاني ندوز في الدقيق، من بعد الماء، ونعاود تاني ندوز الدقيق 3 المرات. يعني كناخذ الدجاج هذا ما فيه لا بيض لا حليب لا والو، غير الماء والدقيق. لكن شوفوا معايا الطريقه باش كنغطس، وشوفوا الفران راه داير الفران ديال خدمته الكعني في يديا. المهم غادي ندوز مزيان هذاك الدجاج ونقليه، يعني الطريقه سهله، وتقليو في الزيت اللي كتكون شويه سخونه. دابا غادي نمشيو للكيش، الكيش اللي عندنا فيه غادي نحضروا كيش ساهل ماهل. بالنسبه للعجين سبق وحضرته معاكم، لاباط ديالو غادي تلقاوه في صندوق الوصف، يعني حضرناه اللي بغى لاباط بغى يزيد يديرها، واللي بغى لاباط العاديه اللي ديال الزيت اللي كنخدم معاكم يديرها. غادي نمشيو للبرايا كيش، فيها 3 البيضات، فيها اما علبه ديال ياغورت طبيعي ونص كاس ديال الحليب، او نص كاس ديال الكريمه ونص كاس ديال الحليب اللي بغيتو. اما قلنا علبه ديال ياغورت طبيعي معها نص كاس ديال الحليب، اما نص كاس ديال الكريمه ونص كاس ديال الحليب مع 3 البيضات، الملحه، البزار، شويه ديال الزعتر نسمو باش ما بغيتو، ونخلطو مزيان. وما تنساوش واحد المعلقه ديال الدقيق ونص خماره، معلقه ديال الدقيق ونص خماره، يتخلط هذا الشيء مزيان. وبالنسبه شنو غادي باش غادي نعمرو، عندنا شويه ديال البصله مشحرينها مع الفلافل، فلفل الوان مشحره بشويه تاع الملحه والبزار والزيت، عندي علبه ديال الطون وشويه ديال الفرماج. ممكن تضيفوا حتى اللي بغى حتى شويه ديال الشاركوتري يضيفها هنايا، ماشي مشكل. العجين وريتكم كيفاش تحتفظوا به، انا دوك القوالب جبتهم من المجمد بحال هكاك، يعني كنلبس العجين القوالب وكنديرو فواحد العلبه وكنحتفظ به. جبتو دابا من المجمد، وكنبدا كنعمر من المجمد نيشان، وكنبدا كنعمر، كندير الفلفله هي مع البصله لتحت، كنزيد الطون، صافي. كنزيد هذيك لاباراي كيش اللي صايبت، عمرهم ودخلو مباشره الفران يطيبو على 160 درجه حتى كيتحمروا على خاطرهم. درت عليهم شويه تاع الفرماج من الفوق. دابا غادي نمشيو للسلطه. السلطه ساهله وصحيه مغذيه، عندنا فيها بطاطا مسلوقه مقطعه مكعبات ومسلوقه، عندي شويه ديال البصله تقريبا نص راس ديال البصله، عندي شويه ديال لافوكا، عندي شويه ديال طوماط سوغيز، شويه ديال المايس، وشويه ديال اللوبيا حمراء اللي كتباع هكاك يعني في ديال الكونسيرف. بالنسبه للمايس واللوبيا تغسلو مزيان، اي حاجه ديال الكونسيرف تغسل مزيان. عاد نضيفوها الخضر اللي عندنا كلها، كنضيفوها يعني كنخلطوا كل شيء دفعه واحده، لا طوماط سوغيز ولا لافوكا ولا المايس ولا البطاطا. ممكن تعوضوا بطاطا بليبات، ممكن تعوضوا بطاطا، الناس اللي كيعجبهم ليبات ممكن تعوضوا بطاطا بليبات. كنخلط كل شيء وندخلها تبرد، عاد غادي ندوز نصيبوا ليها لا سيزونمون ديالها ولا لاصوص اللي غادي تمشي فيها. لاصوص غادي نحتاجوا ليها 3 معالق كبار ديال الجبن، اما عادي او لا منسم على حسب اللي بغيتو. نعصروا عليه نص حامضه، نديروا شويه تاع الملحه، نحكوا ضريس ديال الثومه، شويه ديال المعدنوس، وغادي نزيدوا هنايا زويته بلديه، شويه ديال زيت البلديه. بغيتوا تضيفوا هنايا الكيتشوب ضيفوه، بغيتوا تضيفوا الحار ضيفوه، انا شخصيا ضفت الحار. علاش؟ لان كيعجبني لاصوص تكون شويه حاره، ماشي هاد هي كتجي متوازنه، ما كتجيش تاني حاره بزاف. وانتم كيف قلت لكم اللي بغيتو تضيفوا كيتشوب
ضيفوه وتضيفوا الحار، لان هذه السلطه هذه مكسيكيه، وكتعرفوا ان السلطات المكسيكيه كيكون فيهم واحد النوع ديال الحروره، يعني ملي كتذوق واحد اللسعه ديال الحار، ملي كتذوق شي حاجه كتلقى واحد اللسعه ديال الحار. انا ضفت لك كيف ما قلت لكم شويه ديال الحار، صافي نخليها غادي نوريكم كيفاش غادي نديري سوا في التالي. نمشيو دابا للشوربه. الشوربه تاعي كتجي زوينه، الشوربه ديال الفطر. غادي ناخذ بصله نشحرها في معلقه ديال الزبده، نزيد لها طريفات ديال الدجاج، غير شي حاجه قليله يعني، طريفات ديال شي حاجه بسيطه. ثم غادي نضيف ثلاثه المعالق ديال الشوفان مطحون. هذا البنات ماشي الشوفان دوك الرقائق ديال الشوفان، لا، هذا الخرطال البلدي اللي كيتباع بحالو بحال الشعير، جبتو انايا كنجيبو كنطحنو كنصايب به الشوربات، لا مع الحليب ولا العاديين هكا اللي كيكونوا يعني مع الخضار الى غير ذلك. الا ما عندكمش ممكن ديروا غير الشوفان، الرقائق ديال الشوفان في حالات ما كانش متوفر عندكم هذاك الخرطال. صافي غادي نشحر ديك الزبده، غادي ديك البصله مع الزبده، ونزيد دوك الطريفات تاع الدجاج، ونزيد دوك ثلاث المعالق ديال الخرطال اولا ديال الشوفان على حسب اللي متوفر عندكم. ثم نضيفوا الفطر الطري، ضروري هذه الوصفه هذه كيمشي فيها الفطر الطري، ما ديروش فطر المعلب، الفطر الطري. ثم نضيف واحد خزوه غير هكاك مقطعه رقيقه، ممكن تحكوها، ونضيفوا الماء ونخليو حتى كنت كتطلع فيها الغلية. بالنسبة للتوابل هنا الملحة والبزار ولسان كبير، هادو هما التوابل اللي كندير، فقط الملحة شوية ديال البزار شوية ديال لسان كبير. من بعد ما كنحس بها طابت غادي نضيفو هنا الكريمة، ضروري ضروري في هاد الوصفة الكريمة ضروري، يعني من يعني دي واحد الشوربة اللي هي كريمية بالفطر، ولا شربة الفطر اللي كتجي هكا كريمية ضروري من بعد ما كتغلى وكطيب واحد مدة 21 دقيقة. نزيدو لها قياس واحد 200 ملل ديال الكريمة. صافي كنطفي عليها. الوصفات ديالنا هما هادو، هذا كان دجاج مقلي مقرمش تيجي زوين بزاف البنات، ان شاء الله تجربوه. هادو المسمنات بورقة البسطيلة تما تيجيو سريعين، تيجيو زوينين بزاف. وهادو ليكيش اللي حضرنا بالطون تما تيجيو زوينين، انايا كيف ما حضرت معكم لاباط بغيزي راها باينه هي اللي مربعه، ولاباط اللي بعجينه ديال الزيت هي اللي مدوره، يعني باش البنات يشوفوا النتيجه ديال ليكيش بالعجين بعجائن بجوج اللي حضرت معاكم. وغنخلي لكم كما قلت لكم نخلي لكم الرابط صندوق الوصف. الشوربه تاعنا تاهي كتجي اللي بغى يخففها يخففها، لكن انا كتعجبني هكا تكون شويه ثقيله، يعني كتجي كريميه اكثر. ممكن تضيفوا شويه تاع المعدنوس الثالثه كتبغيو تطفيو عليها، تجي بنينه تجي بنينه بزاف. وبالنسبه للعصائر فهي عصائر اللي مهم انايا متنوعه، حضرتها معكم شحال من مره. غادي نخلي لكم نكتب لكم المقادير ديال العصائر في صندوق الوصف البنات اللي بغاوهم. السلطه فرشت ليها الخس وحطيتها وخويت فوق منها لاصوص فقط، ممكن تضيفوا البيض مسلوق فوق منها، ممكن تضيفوا شويه ديال اللحم المدخن او لا، يعني تيبقى لكم اخواتي الاختيار، داكشي فقط الزين، لكن الاساس هو المكونات اللي درنا فيها. كنتمنى الفيديو اخواتي يعجبكم، الى حلقه مقبله بحول الله، دمتم في رعايه الله وحفظه.